مساء الخير، وهو ميكرو المغتربين، ميكرو تلفزيون موريتانيا اللي جوا لبعض من المناطق العالمية طبعا، دو عواصم إفريقية وأوروبية، واستطلع آراء بعض الموريتانيين، والله جابر معاهم لا هي نستطلعوا آراءهم في التالي، تابعونا في هذا. محمد بن فخر شرف خادم في التجارية الموريتانية وسعيد العاش في التجارة، راني باطل مبارك لجميع الموريتانيين. هذا الشهر المبارك، وراجي من عند سلام بن عافية والتوفيق إن شاء الله، وتمويت عنا مولانا باطل غاشر اللي فضل مولانا لجميع المسلمين وكل مكان، إن شاء الله التوفيق واستقبال إن شاء الله الدعاء. السلام عليكم، انتم واش حالكم؟ ياك لاباس، معاكم توفى متلمجد في دكار، من جالية في دكار، ساكنين هنا في دكار، مسلمين عليه الموريتان كاملين، مسلمين عليه لنواذيبو خاصة، مسلمة على العالية متلمجد في نواذيبو، ومسلمة على عبد الله، ومسلمة على أحمد دود العمر في نواذيبو، ومسلمة عليه لنواذيبو كاملين، وشاكرة تلفزة موريتان، وراني مباركة له الموريتان برمضان، مباركة لهم كاملين، يباركوا علينا وعليهم إن شاء الله، ويجعلهم السنة سعيدة فيه إن شاء الله. وشاكرة تلفزة موريتان على إتاحتي الفرصة اللي نسلموا فيها عليهن ونجبروهم، ورانا نحن الجالية اللي هون في دكار مسلمين على موريتان كاملة. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مولود الحميدي في إنديانا هم في الولايات المتحدة. رمضان كريم، مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، ورانا مسلمين على الأهل كاملين، وراجين ان شاء الله مولانا يجمعنا معاهم بالسلامه، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. شيخنا الاطراد في ساحل العاج، مناسبه شهر رمضان، مسجل نسلم على صديقي ننو الطالب احمد والحاج محمد العبد القادر منطقه المدغه. انا بحي الدول المبارك، راني مسلم على هلتفون دسيفو ماتم عشت النهر، راني مساعدهم على قضية رمضان، حيينهم حياة رمضان، يا رمضان المبارك إن شاء الله علينا وعلى المؤمنين إن شاء الله، حضرنا في دائر عن دائر نحن المؤمنين كامل والمسلمين. نشتغل في البلدين قالوا لي لمين شرجع لمين جاي، وراني بلغ الناس الموريتانيين كامل مسلمهم ومؤيدينهم حتى المبارك إن شاء الله اللي علينا وعلى المؤمنين إن شاء الله اللي هو رمضان، محيينهم في تفون دسيفة. أجواء رمضان تبارك الله خير ما شاء الله، والآن الرأي كدر حد أوراقه تامة، ما قدر أي أثر تبارك الله كدر هون، حد أوراقه تم، والمساجد تبارك الله هون ما شاء الله، فتبارك الله هم قايمين بهذه أمور المساجد أمور الدين كاملين، وتبارك الله ما شاء الله نصلي في المساجد وصيام تبارك الله، وما شاء الله مترحمين ما فهمت شيء تبارك الله مثل. أنا حالة في الرجالين عبد العمري ومن ما طلبوا عنده لا الشفاء. الله يسلم عليهم حتى على والدي وعلى والدتي وعليهم جميعا. وعلى الكراء على خير وعلى صالة صالة المدروب. أنا مسلمة عليهم وأقول لهم كامل اللي يسمع برنامج واللي يسمع الكلام إنه يطلب لهم لا الشفاء إن شاء الله والبراء. وأنا مسلمة عليهم جميعا وعلى أهلي وعلى أخوالي في المبروك. أهل الطلبة مسلمة أنا مسلمة عليهم حتى خاصة خالتي وخالي ونسد خالي وخالاتي وأهلي كامل مسلمة عليهم. مرحبا بكم وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. أنا قال لي محمد مسعود ومن مقاطعة تركيز، وراني مبارك الأهل ومحييهم مناسبة شهر رمضان العظيم، ورانا إن شاء الله مباركين للشعب الموريتاني كامل وللأمة العربية والعالم العربي كامل بحلول هذا الشهر العظيم إن شاء الله، والله يوفقنا إن شاء الله القيام والصيام. والسلام عليكم. السلام عليكم، أنا قال لي محتين المهدي، مقيم في إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية. نختار نبارك للأهل والموريتاني كامل بمناسبة الشهر الكريم، وراهم غيرنا حتى اللي صايمين في موريتان لاعقنا إن شاء الله مع نصوم معاهم. رمضان هو زين عادي ما شاء الله. جاتهم شيخنا ولا لابا بجات سلم على الواد حتى في جقرات وعلى العم والأخوات الأخوت وعلى اللي كامل عمات وسلم عليه كامل. نسلم عليه البوسطيلة الوالدة خاصة مرام زيدان، نسلم عليه محمد فاضل، نسلم عليه الوالدة والخالة زينب، نسلم عليهم كاملين البوسطيلة متوحشتهم ورفض الجان عن طفيلنا عدم العمل إن شاء الله الشفاء، طالبا منهم الشفاء إن شاء الله جمعنا، نسلم عليهم حتى كاملين البوسطيلة، نسلم عليه الجقرات والنعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، سيد بات المحمد المختار، طالب في لامتسين في السنغال. أرانا مباركين الأمة الإسلامية عامة والشعب العربي خاصة والدور الموريتاني بشكل خاص،
على قدوم شهر رمضان المبارك وشهر لا تنسوا توفي الدعاء احنا والتلاميذ اللي في الخارج بعدك وسيس ورانا مسلمين عليه خاصة ولا تنسونا في الدعاء لا تنسونا ذاك القيام وذاك الشيء كامل رانا فاصلين فيه لا في الخارج. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عليام تميمي من ولايات أمريكا المتحدة. سلم عليكم، بركاتكم برمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وسلم على الموريتاني كامل.